أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع في حكمه أحدا واتل ما لا مبدل لكلماته ولن تجد
تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق الله.